عندما استؤنف إنتاج فيلم جيم أوف ديث عام 78، تم اللجوء إلى بعض الخدع المضحكة للتعويض عن غياب روسيا. لم تكن تقنيات القتال البدائية والمشاهد المزدوجة فكرة مثالية لإنشاد الفيلم، لكنها خطوة جديدة، كما حققت أرباحا طائلة بفضل بطلها. عندها كل محترفي الفنون القتالية الذين التقوا ببروسي بدأوا بتعليق صورهم. كانت تجارة رابحة. فجأة أراد الجميع صناعة أفلام عن الفنون القتالية. كل واحد منهم أراد أن يكون هو وحده بطل الفنون القتالية وأن يجني ملايين الدولارات. أراد الجميع تحقيق أرباح من خلال بروسلي. بعد أن أصبح لأفلامه جمهور جديد لم يكن يرتاد الصلاة من قبل.